هذا وكشف قصر بيكنغهام عن تفاصيل تتويج الملك تشارلز الثالث الذي سيشهد 3 أيام من الاحتفالات في جميع أنحاء البلاد. الملك تشارلز الثالث سيتوج في 6 مايو الجاري في كاتدرائية ويستمنستر في لندن إلى جانب زوجته كاميلا في مراسم كما أعلن عنها قصر بيكنغهام تتطلع إلى المستقبل. بعد مرور 8 أشهر على وفاة الملكة إليزابيث الثانية، سيشهد العالم بأسره في 6 مايو الجاري الحدث البريطاني المنتظر، وهو مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، والتي تستمر احتفالاتها على مدى 3 أيام متواصلة. وحول تفاصيل مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، أعلن قصر بيكنغهام في بيانه أن تتويج الملك سيكون مختلفاً بعض الشيء عن حفل تتويج والدته، مع احتفال أقصر وتعديلات على بعض العناصر الإقطاعية للطقوس، حيث كان تتويج الملكة إليزابيث أول حدث ملكي متلفز مباشر واستمر لمدة 3 ساعات. By the solemn and hallowed ritual of coronation. بيان قصر بيكنغهام أوضح أيضا أن تتويج تشارلز الثالث سيعكس دور الملك اليوم مع التطلع إلى المستقبل. ففي ويستمنستر، المكان ذاته الذي أقيمت فيه جنازة الملكة إليزابيث وبرئاسة رئيس أساقفة كنتربري جاستن ويلبي، ستقام مراسم التتويج والتي تتألف من عدة مراحل أساسية. تبدأ بالإقرار، حيث سيقف الملك على مسرح كنيسة ويستمنستر إلى جانب كرسي التتويج الذي يعود إلى 700 عام، ليعلن بعدها رئيس الأساقفة تشارلز ملكاً، ويهتف الجميع حفظ الله الملك وتنطلق الأبواق، من ثم القسم، حيث يقسم الملك على احترام القانون وكنيسة إنجلترا، وبعدها المسحة، يتم إزالة رداء الملك ويجلس على كرسي التتويج الذي تحيط به قطعة قماش ذهبية لإخفاء الملك عن الأنظار، حيث يقوم رئيس الأساقفة بمسح يدي الملك وصدره ورأسه بالزيت المقدس، لتبدأ بعدها مرحلة التنصيب، حيث يمنح الملك أدوات الدولة بما في ذلك الجرم السماوي الملكي الذي يمثل السلطة الدينية والأخلاقية، والصلجان الذي يمثل القوة، ويضع رئيس الأساقفة تاج القديس إدوارد على رأس الملك، تليها الجلوس والإجلال، حيث يترك الملك كرسي التتويج وينتقل إلى كرسي العرش فينحني ولي العهد أمام الملك إجلالا له، لتنتهي المراسم بمسح قرينة الملك بنفس الطريقة وتتويجها. وتحافظ هذه المراسم المتوارثة على تقاليد التتويج في النظام الملكي البريطاني المعتمدة منذ 1000 عام، رغم دخول بعض العناصر الحديثة للبروتوكول الخاص بمراسم تتويج ملوك بريطانيا.